بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام والليالي المباركات، إنه سميع مجيب. وسوف نبدأ في هذه الليلة في قراءة رسالة نفيسة للعلامة محمد بن أبي بكر ابن القيم رحمه الله تعالى، والتي عنوانها الرسالة التبوكية. وقبل أن نبدأ في قراءة هذه الرسالة، يحسن أن نقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى في إشارة وجيزة إلى التعريف بمؤلف هذه الرسالة، وهو ابن القيم رحمه الله. والمقدمة الثانية في الإشارة إلى تعريف وجيز بهذه الرسالة على وجه الإجمال، ثم ندخل في قراءة هذه الرسالة. فأما مؤلف هذه الرسالة فهو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن القيم. ويعرف بابن القيم وبابن قيم الجوزية، وذلك لأن والده كان قيماً لمدرسة من مدارس الحنابلة اسمها الجوزية، فلهذا قيل قيم الجوزية. ولا يجمع بين التعريفية والإضافة فيقال ابن القيم الجوزية، وإنما يقال ابن القيم أو يقال ابن قيم الجوزية، وذلك لأن التعريف يحصل بأحد الأمرين، إما بأل وإما بالإضافة، فلا يقال ابن القيم الجوزية، وإنما يقال ابن القيم أو يقال ابن قيم الجوزية. وابن القيم رحمه الله اشتغل بالعلم منذ نعومة أظفاره، لأنه عاش في بيت علم، فقد كان والده عالماً وكان أول مشايخه، إلا أن الشيخ الذي تأثر به كثيراً هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، فقد صحبه طويلاً وتأثر به وانتفع به نفعاً عظيماً. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو لم يكن له من التلاميذ إلا ابن القيم لكان ذلك دليلاً على إمامته في العلم. وهذا فيه ثناء على ابن تيمية، وفيه أيضاً ثناء على ابن القيم رحم الله الجميع. واشتغل ابن القيم بالتعليم وأخذ عنه تلاميذ كثيرون، من أشهرهم الحافظ ابن رجب الحنبلي، فقد كان
من تلاميذ ابن القيم رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن كثير الشافعي فكان أيضاً من تلاميذ ابن القيم، والفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط في اللغة، فقد كان أيضاً من تلاميذ ابن القيم. وقد فتح الله سبحانه وتعالى على ابن القيم فتحاً كبيراً في التأليف وفي العبادة. أما التأليف فقد ألف مؤلفات كثيرة جدا، منها إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا الكتاب يعتبر من أعظم كتب الإسلام، وكذلك زاد المعاد في هدي خير العباد، ومدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وغيرها من المؤلفات الكثيرة النافعة. وكما أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه في التأليف، فقد فتح عليه أيضاً في العبادة، وكان كثيراً ما يأتي للحج إلى بيت الله الحرام ويطوف بالبيت، حتى إن أهل مكة كانوا يعجبون من كثرة عبادته وطوافه بالبيت. وتوفي رحمه الله في سنة 51 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إلماحة عن ابن القيم رحمه الله. وأما كتابه الذي سوف نتدارسه في هذه اللقاءات إن شاء الله تعالى فهو الرسالة التبوكية، وهي رسالة لأنها لمؤلف صغير، وقد أرسلها رحمه الله لما قفل من الحج وبلغ تبوك إلى بعض أصحابه، ولهذا سميت الرسالة التبوكية. وكان إرساله لها في سنة 33 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل موته ب18 سنة. وموضوع هذه الرسالة الذي تتكلم عليه هو هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الموضوع الأساس لهذه الرسالة. وقد قدم لذلك بمقدمة عظيمة في فهم دلالات الكتاب والسنة، وهي أن بعض الألفاظ قد تختلف دلالتها بحسب الإفراد والاقتران، فإذا أفردت يكون لها دلالة، وإذا قرنت بغيرها يكون لها دلالة أخرى. وذكر أن هذه القاعدة قاعدة جليلة يزول بها إشكالات كثيرة في فهم القرآن والسنة، وقد نبه على أهمية هذه القاعدة قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وسبب تأليف هذه الرسالة هو الانطلاق من التعاون على البر والتقوى، وقد أشار لذلك في أول الرسالة وصرح به في آخرها، ولهذا بدأ هذه الرسالة بقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وذكر أن هذا يعتبر نوعاً من أنواع إهداء العلم، والعلم والخير هو خير أو هو أجل وأعظم ما يهدى، ولهذا كان الصحابة والتابعون ومن جاء من بعدهم من أهل العلم يتهادون العلم،
ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن ابن أبي ليلى قال: لقيت كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ فقلت: بلى أهدها لي. فقال: قلنا يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن سار على طريقتهم كانوا يتهادون العلم، والمراد بالعلم الذي يهدى العلم النافع، وهو العلم المستمد من الكتاب والسنة. وذكر ابن القيم رحمه الله في أواخر هذه الرسالة أن موضوع هذه الرسالة يدور على كلام بعض كلام لبعض السلف، قال: ينبغي أن يكتب، أن ينقش في القلب، وأن يردده الإنسان مع نفسه. وهذا الكلام الذي ذكر ابن القيم رحمه الله أنه بهذه المنزلة، وأن الإنسان ينبغي له أن ينقشه في صفحة قلبه وأن يردده مع نفسه، هو قول لبعض السلف: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. وهذا كلام عظيم جدا، يقول: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. وهذه الرسالة تعتبر تفصيلاً لهذا الكلام العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك، ثامن المحرم سنة 33 و700 من الهجرة النبوية، بعد إرسال المنظومة التي أولها: إذا طلعت شمس النهار فإنها. قال: فصل. وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قوله: قال الشيخ الإمام العالم العلامة، إلى وبعد حمد الله بمحامده التي هو أهل لها، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من كلام ابن القيم رحمه الله،
وإنما وضعه لبعض تلاميذه أو وضعه الناسخ، لأن فيه ثناء على نفسه في قوله قال الإمام العالم العلامة إلى آخره، وفيه تزكية له. وليس هذا شأن العلماء، فإنهم لا يزكون أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم. وهذا كثير في المصنفات، تجد نحو من هذا الكلام، فلا تظن أنه من كلام المؤلف، وإنما هو إما من بعض تلاميذه وإما من الناسخ. وتبدأ الرسالة من قوله فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى. وقبل أن نأتي إلى كلام ابن القيم رحمه الله، نعود إلى هذه الديباجة المذكورة قبل كلامه، وهي قوله قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه، في هذه النسخة التي عندي بابن القيم الجوزية، وهذا لا يصح من حيث اللغة، فلا يجمع لا يجمع بين التعريف بالإضافة والتعريف بال، لأنه يكتفى بأحدهما، فلا يقال بابن القيم الجوزية، وإنما يقال بابن قيم الجوزية أو يقال بابن القيم، فالمذكور هنا من حيث اللغة لا يصح. في كتابه الذي سيره من تبوك، سيره يعني أرسله، وقد يكون ألفه في تبوك وقد يكون ألفه قبل ذلك، لكنه أرسله من تبوك. وتبوك يقول العلماء ممنوعة من الصرف، فتقول سيره من تبوك، وذلك للعلمية ولوزن الفعل، ويقول بعض العلماء للعلمية وللتأنيث. ثامن المحرم سنة 333 من الهجرة، وهذا فيه بيان زمن إرسال هذه الرسالة، وذلك عندما قفل من الحج وجاء بعده في شهر محرم إلى هذا المكان سيّر هذه الرسالة بعد إرسال المنظومة التي أولها إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وأنعموا إلى آخر هذه المنظومة. وقوله إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، هذا ليس من نظم ابن القيم رحمه الله، هذا البيت اقتبسه ابن القيم رحمه الله في بداية هذه المنظومة، ويذكره علماء اللغة وأصحاب المعاجم من غير نسبة، فلا ينسبونه لأحد معين. وابن القيم رحمه الله اقتبسه وذكره في أول هذه المنظومة، وهذه المنظومة المشار لها تسمى بالمنظومة الميمية، لأنها تنتهي بحرف الميم. وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله، نعم،
فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك من هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاوناً على مرضاة الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر. نعم، قال رحمه الله: فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا فيه إشارة إلى سبب تأليف هذه الرسالة، وهو التعاون على البر والتقوى، وقد صرح بذلك في آخر الرسالة، وذكر أن هذه الآية قد اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، سواء أكان ذلك في العلاقة فيما بينهم أم كان في العلاقة فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. والقرآن كله مشتمل على مصالح العباد في الدنيا والآخرة، فهو كله يدل على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولهذا ذكر لبعض أهل العلم أن مقاصد القرآن هي جلب المصالح ودرء المفاسد، ونص على ذلك العز بن عبد السلام رحمه الله في القواعد. ويدل على هذا الأصل العظيم قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لا يبقى عدل أو إحسان إلا دخل في ذلك، لأن لفظ العدل هنا لفظ عام، وكذلك لفظ الإحسان لفظ عام. وقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر، لا يبقى فحشاء أو منكر إلا دخلت في ذلك فتكون منهياً عنها. وقد جمع الله سبحانه وتعالى أصول المصالح في القرآن في قوله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط. فالقسط هنا لفظ عام يدخل فيه كل قسط فيكون مأموراً به، لأنه قال: قل أمر ربي بالقسط. وجمع الله سبحانه وتعالى أصول المفاسد في القرآن في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن ذلك الآية
التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر والتقوى أمر الله سبحانه وتعالى بهما، وهما مشتملان على جميع المصالح وأسبابها، فيكون الأمر بهما أمراً بجميع المصالح والأسباب المؤدية إليها. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيه نهي عن المفاسد وأسبابها، لأن الإثم والعدوان فيهما مفاسد عظيمة، فينهى عنهما وعن كل سبب يؤدي إليهما. وقد جمع ذلك كله قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالخير المراد به المصلحة الدينية والدنيوية، والمصلحة التي تعود للعبد أو تعود لغيره من الخلق، والشر يراد به المفسدة، سواء كانت مفسدة دينية أم كانت مفسدة دنيوية، وسواء كانت تتعلق بالإنسان نفسه أم تتعلق بغيره من سائر الخلق. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الآية قال: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وذلك لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر كما سيأتي في تفسيره لفظ عام يشمل جميع أنواع الخير، سواء كان خيرا دينيا أم كان خيرا دنيويا أم كان خيرا أخرويا. والتقوى بمعنى البر، ولهذا اشتملت هذه الآية على جميع المصالح، لأن البر والتقوى لفظان يعمان جميع المصالح الدينية والدنيوية والأخروية. وسواء كانت هذه المصالح فيما بين الخلق أنفسهم أم كانت فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: فيما بينهم في بعضهم بعضاً وفيما بينهم وبين ربهم. فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين، الحالة الأولى هي ما بينه وبين الله، والحالة الثانية هي ما بينه وبين الخلق. وهذين الواجبين، الواجب الأول هو الواجب فيما بينه وبين الله، والواجب الثاني هو الواجب فيما بينه وبين الخلق. وهذين الواجبين واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. ثم بدأ يتكلم على الواجب الأول، وهو ثم بدأ يتكلم على الواجب بين العبد وبين الخلق. وأما الواجب بينه وبين الله فسيأتي الكلام عليه بعد ذلك. فقال: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم تعاوناً على مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الكلام
أن الإنسان لا ينفك عن مخالطة الناس ومعاشرتهم، بمعنى أن ذلك لا بد منه، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده. ولهذا يقول ابن خلدون في مقدمته المشهورة: الإنسان مدني بطبعه، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة وحده، بل لا بد أن يخالط الناس. ومخالطته للناس يجب عليه فيها أن تكون على وجه مرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعته، فلا يجوز له أن يخالطهم فيما يحصل به معصية الله سبحانه وتعالى. ودليل الوجوب قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا أمر، والقاعدة عند العلماء أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، فيجب على الإنسان عندما يخالط الناس أن تكون مخالطته لهم بالبر والتقوى، وما تحصل به مرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعته، لا أن تكون مخالطته لهم في الإثم والعدوان، لأن ذلك محرم. ولهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم. وكذلك لا تكون مخالطته لهم بقصد إضاعة الوقت وقضاء الزمان، فإن إضاعة الوقت من المقت، يعني من أسباب مقت الله سبحانه وتعالى وغضبه على العبد. وإذا أضاع الإنسان زمانه فإن ذلك فيه تضييع لحياته، لأن الحياة عبارة عن أي شيء؟ الحياة عبارة عن وقت، فإذا مضى جزء من وقت الإنسان وزمانه فقد مضى جزء من حياته. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد ذكر أن مخالطة الناس على أنواع. النوع الأول: من تكون مخالطته كالغذاء للإنسان، وهؤلاء هم الذين يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني: من تكون مخالطته كالدواء، بمعنى أن الإنسان يخالطهم متى؟ يخالطهم عند الحاجة، وذلك كمخالطة الناس لغيره في البيع والشراء والعلاج ونحو ذلك مما يحتاجه. النوع الثالث: من تكون مخالطته كالداء، وهؤلاء هم الذين إذا خالطهم الإنسان دعوه إلى معصية الله عز وجل، وهم على مراتب، فمنهم من مخالطته كوجع الضرس، ومنهم من مخالطته كما هو أعظم من ذلك، ومنهم من تكون مخالطته كما هو دون ذلك، فهم مختلفون في كونهم داءً. والنوع الأخير أو القسم الأخير:
من تكون مخالطته هلاكاً وموتاً للإنسان، وهؤلاء هم أهل البدع. والعاقل ينتقي من يخالطه كما ينتقي أطايب الطعام، كما يقول عمر رضي الله عنه. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال: فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم تعاوناً على مرضاة الله وطاعته، يعني أن يكون مخالطته لأي الأقسام الأربعة، أن تكون مخالطته للقسم الأول، وهم الذين مخالطتهم له كالغذاء. وأما القسم الثاني فإنه يخالطهم إذا احتاج لذلك. والقسم الأول الذين يخالطهم إما أن يخالطهم لنفعهم، وإما أن يخالطهم للانتفاع منهم. فقد يخالط الناس الإنسان عامة الناس لتعليمهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ورفع الجهل عنهم، فهذه المخالطة واجبة إما على الأعيان وإما على الكفاية. وقد يخالط الإنسان غيره للانتفاع به، كأن يخالط أهل العلم، أو أن يخالط الصالحين، أو أن يخالط من يستفيد منه لقضاء حوائجه. وهذا النوع من المخالطة تترتب عليه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ابن القيم: التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها. وهذا فيه بيان ماذا؟ بيان أثر هذا النوع من المخالطة، وهو حصول السعادة. وأعظم المطالب وأجل المقاصد للإنسان أن يحصل السعادة في الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ ومن الوسائل العظيمة المؤدية لذلك أن يخالط الإنسان من يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. وهذه المخالطة هي التي تستمر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأنها مخالطة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الوعد الكريم هل هو خاص بالآخرة أو يشمل الدنيا والآخرة؟ هذا يشمل الدنيا والآخرة، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في الدنيا، وسيجعل لهم ودا في الآخرة. وهذا من مقتضى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: سيجعل لهم من الرحمن، ولم يقل سيجعل لهم الله أو سيجعل لهم الخالق أو البارئ، وإنما قال: سيجعل لهم الرحمن. وهذا من مقتضى رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن ذلك له شرط ذكره في أول الآية، وهو الإيمان والعمل الصالح. ولهذا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا يمكن أن يحصل هذا الوعد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى إلا إذا حصل الشرط الذي ذكره، وهو الإيمان والعمل الصالح. ويقول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقسم الأخلاء إلى قسمين: القسم الأول من يكونون أعداء، وهذه العداوة
تكون في الآخرة وقد تكون أيضاً في الدنيا، لأن اختلاطهم لم يكن على ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحبه. والقسم الثاني الأخلاء الذين لا يكونون أعداءً بل تستمر مودتهم ويجعل الله لهم ودًا، وهم من هم المتقون الذين إن ذكرهم في قوله إلا المتقين. أما غير المتقين فإنهم تتقطع بهم الأسباب كما قال الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أسباب المودة. يقول رحمه الله التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها، يعني لا يمكن للإنسان أن يحصل السعادة إلا من هذا الطريق، وهو مخالطة الصحبة التي تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. والصحبة الآن في زماننا قد توسعت، فقد يصاحب الإنسان هذه الأجهزة أو التطبيقات، فمن صحب شيئا يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى فذلك أمر محمود، ومن صحب ما يبعده عن طاعة الله أو يوقعه في معصية الله فهذا أمر مذموم يدخل في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن ذلك وسيلة إلى التعاون على الإثم والعدوان، ووسائل الأشياء تأخذ لأحكام المقاصد. قال وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وهي يعني مرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعته. البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، يعني أن جميع شرائع الدين وأحكامه ترجع إلى البر والتقوى. وكأن سائلا سأل فقال البر والتقوى هل هما بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا؟ فأجاب على ذلك بأن البر والتقوى المذكورين في الآية إذا اجتمعا فإن كل واحد منهما يدل على معنى، لكنهما إذا افترقا بأن ذكر البر وحده أو ذكرت الآية وحدها فإن كل واحد منهما يدل على ما يدل عليه الآخر ويكون معناهما معنى واحدا. وهذا راجع إلى قاعدة يذكرها العلماء، وهي أن من الألفاظ ما إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ما إذا اجتمعت يعني في اللفظ كما في قوله هنا وتعاونوا على البر والتقوى، افترقت يعني افترقت في المعنى، وإذا افترقت يعني في اللفظ اجتمعت في المعنى. وهذه قاعدة عظيمة سينبه عليها وسيذكر بعض أمثلتها. يقول وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر. إذا أفرد كل واحد من الاسمين وهما ماذا؟ البر والتقوى، دخل فيه المسمى الآخر. وكيف يدخل فيه؟ يدخل فيه إما من جهة التضمن وإما من جهة الالتزام، ولهذا قال إما تضمنا وإما
لزوماً، هذا فيه بيان كيفية دخول أحدهما في الآخر، فهو يدخل إما على وجه التضمن وإما على وجه الالتزام. والتضمن والالتزام نوعان من ثلاثة أنواع من دلالات الألفاظ معرفتها في غاية الأهمية لفهم دلالات القرآن والسنة، وهي المطابقة والتضمن والالتزام. والمطابقة يعرفها العلماء بأنها دلالة اللفظ على تمام معنى، كدلالة لفظ البيت على جميع أجزاء البيت. وأما التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة لفظ البيت على النافذة أو على الباب. وسميت دلالة تضمن لأن اللفظ يشتمل على المعنى ويتضمنه، فلفظ البيت يشتمل على فالبيت يشتمل على النافذة أو والباب وغيرهما من الأجزاء. وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لكنه ملازم له، دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى ملازم له، كدلالة لفظ البيت على أن على من بناه مثلا، لأن البيت هل يمكن أن يقوم بنفسه؟ لا يمكن أن يقوم بنفسه، فدلالته على بانيه من قبيل دلالة اللزوم. وهذه الدلالات الثلاث في غاية الأهمية في فهم معاني القرآن والسنة. ودلالة لفظ البر على التقوى إما من قبيل دلالة التضمن وإما من قبيل دلالة الالتزام، ولهذا يقول ابن القيم إما تضمناً وإما لزوماً. هذا الكلام ذكره ليبين ماذا؟ ليبين كيفية دلالة لفظ البر على التقوى أو دلالة لفظ التقوى على البر. قال: ودخوله فيه تضمناً أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى. فابن القيم رحمه الله يرجح دلالة التضمن هنا على دلالة الالتزام، وسبب ذلك أن التقوى جزء من البر، وكذلك البر جزء من التقوى. ودلالة الالتزام يكون فيها الشيء جزءاً من المسمى أو يكون خارجاً عنه؟ يكون خارجاً عنه، لا يكون جزءاً منه. والبر هنا ليس خارجاً عن التقوى، وكذلك التقوى ليست خارجة عن البر. ولهذا ذكر أن دلالة التضمن في هذا الموضع أرجح من دلالة الالتزام. قال: ودخوله فيه تضمناً أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، يعني جزء ما تطلق عليه التقوى. وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، يعني جزء ما يطلق عليه البر. ثم قال: وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. هنا كأن سائلا سأل أو أن معترضا اعترض، فقال: إذا افترق
لفظ البر ولفظ التقوى دخل كل واحد منهما في معنى الآخر، لكنهما إذا اجتمعا فإن كل واحد منهما يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه الآخر. فإذا كان كل واحد منهما يدل على المعنى الذي يدل عليه الآخر، كيف يدخل أحدهما في معنى الآخر؟ فيقول كون أحدهما لا يدخل في الآخر، يعني في معنى الآخر عند الاقتران، لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد، عند انفراد الآخر. وذلك لأن دلالة الانفراد تختلف عن دلالة الاقتران. ولهذا العلماء يصوغون القاعدة السابقة بصياغة أخرى فيقولون دلالة اللفظ تختلف بحسب الإطلاق والتقييد والتجرد والاقتران. دلالة اللفظ تختلف بحسب الإطلاق والتقييد والتجرد والاقتران. فإذا أطلق، فإذا ذكر اللفظ مطلقا يدل على معنى، وإذا ذكر اللفظ نفسه مقيدا فهل يدل على المعنى السابق أو يدل على معنى آخر؟ يدل على معنى آخر، مثل لفظ رقبة ولفظ رقبة مؤمنة. فلفظ رقبة يدل على جميع الرقاب سواء أكانت مؤمنة أم لا، ولفظ رقبة مؤمنة يختص بالرقبة المؤمنة. وكذلك اللفظ عند التجرد والاقتران كلفظ البر والتقوى وكالألفاظ التي سيذكرها بعد قليل إن شاء الله. فإذا قوله وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر، ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد به الجواب عن سؤال قد يعترض به، وهو أن اللفظين إذا اجتمعا كل واحد منهما يدل على معنى، فكيف يقال إنهما عند الانفراد يدخل أحدهما في الآخر؟ فيقول الجواب على ذلك أن كونهما عند الاقتران يختلفان في الدلالة على المعنى لا يمنع من كونهما عند الانفراد يدخل أحدهما في الآخر، لأن دلالة اللفظ تختلف بحسب الاقتران والانفراد. وهذا الإشكال إنما يكون لو كانت دلالة اللفظ واحدة عند الاقتران والانفراد، لكن دلالة اللفظ عند الانفراد والاقتران واحدة أو ليست واحدة؟ ليست واحدة. ثم ذكر لذلك نظائر فقال ونظير هذا، قال ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة ونظائره كثيرة. وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره. نعم نعم، لما ذكر القاعدة وهي أن دلالة اللفظ تختلف بحسب الإفراد والاقتران ذكر لها أمثلة. المثال الأول البر والتقوى الذي ورد في الآية التي ذكرها في بداية الكلام، وهي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا المثال سيعود له وسيفصله. المثال الثاني لفظ الإيمان والإسلام، فإنهما إذا
اجتمع في الذكر انفردا في اختلفا في الدلالة، وإذا انفردا اجتمعا في الدلالة. فمن أمثلة انفراد لفظ الإيمان قوله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة. فهنا الإيمان أفرد، أليس كذلك؟ فيدخل فيه الإسلام. ومثال انفراد الإسلام قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هنا يدخل فيه الإيمان. ومثال اقتران الإسلام والإيمان حديث جبريل في صحيح مسلم، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهنا اجتمع الإسلام والإيمان، فهل يكون معناهما واحداً أو كل واحد منهما يدل على معنى؟ الجواب أن الإسلام يدل هنا على معنى والإيمان يدل على معنى آخر. فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة سواء كانت قولية أم كانت فعلية، فشهادة أن لا إله إلا الله عمل ظاهر قولي، وإقام الصلاة عمل ظاهر فعلي، وهكذا. وأما الإيمان فالمراد به الأعمال الباطنة. أما إذا أفرد الإسلام فيدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أفرد الإيمان يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. المثال الثاني: الإيمان والعمل الصالح. فمثال إفراد الإيمان لقوله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الآية. فالإيمان هنا أفرد عن الإسلام، أليس كذلك؟ أفرد عن العمل الصالح. ومثال إفراد العمل الصالح قوله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهنا أفرد العمل الصالح عن الإيمان. ومثال اقتران الإيمان والعمل الصالح قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالإيمان إذا أفرد دخل فيه العمل الصالح، والعمل الصالح إذا أفرد دخل فيه الإيمان، لكن إذا جمع بينهما كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيراد بالإيمان التصديق القلبي
ويراد بالعمل الصالح الأعمال الظاهرة القولية والفعلية. المثال الرابع قوله الفقير والمسكين، فهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فمثال انفراد الفقير عن المسكين قوله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالفقير هنا أفرد عن ذكر المسكين فيدخل فيه المسكين. ومثال انفراد المسكين قوله سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، وقوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، فيدخل في المساكين الفقراء. ومثال افتراقهما قوله سبحانه وتعالى في مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا يدل لفظ الفقراء على معنى ويدل لفظ المساكين على معنى. فلفظ الفقراء يدل على من لا يجد شيئا من كفايته أو يجد أقل من نصف الكفاية، فهذا هو الفقير. وأما المسكين فهو من يجد نصف كفايته فأكثر، لكنه لا يجد تمام الكفاية. فإذن هذا هو المثال الرابع. المثال الخامس الفسوق والعصيان، فهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فمثال الانفراد الفسوق قوله سبحانه وتعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقوله سبحانه وتعالى والله لا يحب الفاسقين. فالفسوق هنا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه العصيان. ومثال انفراد العصيان قوله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى، فالعصيان هنا يدخل فيه الفسوق. ومثال اجتماع الفسوق والعصيان قوله سبحانه وتعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهنا الفسوق يدل على معنى والعصيان يدل على معنى آخر. فالفسوق يدل على كبائر الذنوب، والعصيان يدل على صغائرها، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الذنوب إلى كبائر وصغائر كما في قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والكبيرة ضابطها هي ما ورد فيه وعيد خاص، فما ورد فيه وعيد خاص هذا كبيرة. المثال السابع المنكر والفاحشة، فإذا أفرد كل واحد منهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع دل كل واحد منهما على معنى. فمثال انفراد المعروف قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمنكر
مثال انفراد المنكر قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمنكر هنا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الفاحشة. ومثال انفراد الفاحشة عن المنكر قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالفاحشة هنا يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها المنكر. ومثال اجتماعهما في اللفظ قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالفحشاء هنا تدل على معنى، والمنكر يدل على معنى آخر. فتدل الفحشاء على كل ذنب مستقبح في الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى، كالشرك بالله عز وجل، والزنا، واللواط، والقتل بغير حق، ونحو ذلك من الذنوب المستقبحة في جميع الشرائع. وأما المنكر فهو كل ذنب متعلق بحق الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرهما الله عز وجل في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالفحشاء الذنب المستقبح في جميع الشرائع، والمنكر الذنب المتعلق بحق الله، والبغي الذنب المتعلق بحق الآدمي. قال: ونظائره كثيرة، مثل الرحمن والرحيم والعفو والغفور والباري والخالق والعبادة والطاعة ونحو ذلك من الألفاظ التي إذا اجتمعت في اللفظ افترقت في المعنى، وإذا افترقت في اللفظ اجتمعت في المعنى. قال: وهذه قاعدة جليلة. الإشارة هنا إلى ماذا؟ إلى كون الألفاظ تختلف في الدلالة بحسب الإفراد والاقتران. يقول: هذه قاعدة جليلة، من أحاط بها، يعني من أدركها إدراكا تاما، زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. وهذا الكلام استفاده ابن القيم رحمه الله من شيخه ابن تيمية رحمه الله، فقد نص على هذه القاعدة وقال: هذه قاعدة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة. فهذا مما أخذه عن شيخه ابن تيمية رحمه الله. ومن أشهر الإشكالات المترتبة على عدم إدراك هذه القاعدة القول بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لأن أصحاب هذا القول وجدوا أن الله عز وجل قرن بين العمل والإيمان في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. فقرن بينهما، فيدل كل واحد منهما على غير ما يدل عليه الآخر، ورتبوا على ذلك أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. لكن يجاب على هذا بالقاعدة، وهو أن الإيمان والعمل الصالح من الألفاظ التي إذا انفردت دخل أحدهما في الآخر، وإذا اجتمعت دل كل واحد منهما على معنى غير ما يدل عليه اللفظ الآخر. وقوله: هذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة، هذا فيه تنبيه
لطالب العلم إلى أهمية الاعتناء بالقواعد العلمية الصحيحة، لأن إدراك هذه القواعد يترتب عليه أمران: الأمر الأول تحصيل العلم النافع وتحقيق التوحيد والإيمان والعمل الصالح. الأمر الثاني زوال الشبهات، فمن كان خبيراً بالقواعد الشرعية الصحيحة استطاع أن يميز بذلك بين الحق والباطل والهدى والضلال، لأن علمه مبني على ماذا؟ مبني على أصول وقواعد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من عرف الحقائق الشرعية، وانظر إلى هذا الكلام العظيم، يقول: من عرف الحقائق الشرعية والقواعد الجليلة صار من سادة أهل العلم والإيمان. وهذا فيه تنبيه إلى شرف معرفة القواعد الشرعية والعلم بها، لأن من عرفها يحصل العلم الصحيح وتزول عنه الشبهات الفاسدة. ولما ذكر هذه الأمثلة على سبيل الإجمال عاد إلى لفظ البر والتقوى وبين العلاقة بينهما، فقال: ولنذكر من هذا، من هذا أي من هذا الجنس، وهو الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، مثالاً واحداً يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. وهذا نقف عنده ونكمله إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بعون الله وتوفيقه. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وأسأله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولسائر المسلمين الأحياء والميتين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.